عمو ماجد اجينا افتح لنا، جبنا لك حقل تريمان. عمو ماجد يا فيكو، نسيت انه الرجال هربان، وبعدين الشرطة عم تدور عليه، كيف رح يجي لهون؟ وانا شو بيعرفني؟ بالنهاية هون مكان شغلون، إذا ما اجى ماجد بيجي غيره، خلينا نستنى شوي. مع انه ما عندي أمل، بس ماشي بنستنى. لك بكفي حاجة تعانت فيكو، لإمتى نحن حنضل عم نستنى يعني؟ يا مجنون بكره نرجع بنمرض، وبعدين انا جعت كمان. حاجة تنقي مثل الأولاد الصغار. شو هالحكي هاد؟ مو عيب عليك؟ نسيت اني انا اختك الكبيرة؟ مات لها الاحترام، كم مرة قلنا لك انه تدير بالك على حكيك؟ عيب عيب، خليك محترم شوي. انا اسف، ما كان قصدي ضايقك بنوب، بعدين مو احسن ما نتقلع من المدرسة؟ ما حتموتي اذا صبرتي مو هيك؟ شوفي ليك وإجا، هاد اللي كان مع ماجد. ايه مزبوط. خبي تخبي. تمام اخي ما تعصب، ليكني رايح حاوصل. شو بيعرفني انك تارك مصاري بالمستودع؟ تمام، باخذ المصاري وبطلع فورا. يلا رح وصل هلا بنحكي. السلام عليكم عمو. شوفي مين انتو؟ انا اسمي فيتو وهي اختي ليلاس، عم ندور على ماجد، بتعرفه؟ انا ما بعرف حدا اسمه ماجد. يلا روحوا من وشي. لا تكذب، شفناك مبارح معه. ليلاس انت ما تتدخلي، خلينا نحكي من رجال لرجال. لك نحن عن شو بدنا نحكي يا ولد؟ قلت لك ما بعرفه. روحوا من هون، روحوا قبل ما يطلع خلقيها. بس ما بتاخذنا لعنده بنخبر الشرطة، مفهوم؟ حكي ما بتعمل الدنيا. لا حكي لك اتركه بعد. فيكو برافو عليك كثير، عجبك شو صار فينا بسببك؟ لكن حكينا الجميل هو تصرف. حاجة حكي يا بنت، وجعتي لي راسي. طمني في عندي خطة بي لسه. شو هالحكي هاد؟ يعني انت مجنون؟ شو هالخطة العظيمة ونحن الاثنين مربطين هون؟ ها؟ الزلمة حيقتلنا وما حدا حيدرى، وبعدين تجد اختي لميس ابنها وكلها من تحت راس عنادك. فكري بحالك بالاول قبل ما تفكري بالولد. ايه كنت عم فكر، بس بفضلك رح اموت، وانا لساتي بعز شبابي فيكو. اخي يعني انت قلت لي بتلاقيهم بين البواب، بس انا ما عم لاقي شيء. حاجه تقول عني غبي يا زلمه؟ الانسان بيغلط، يعني انا في قدامي مليون باب. ايه عم اسمعك. تمام هاي البواب وراي، امشي شوي لقدام. تمام فهمت عليك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.